بصفة عامة في كل المواد شهدت ارتفاع غير مسبوق، وحتى في أوروبا أنا درست في أوروبا ما شفتوش الغلاء هذا. ربي يحسن العاقبة، ما حسينا شيء. بس يودي يزم رسمي، يزم حاجة قوسي صهون، وش فايدة في التخفيض؟ فايدة في 20 ألف. البلاد تعبة يا بنوتة، البلاد تعبة برشا، أما استرجلوا ويقفولها ولا مشيت في الهاوية. ربي يعينك. الأسعار توا هبطت واحدة واحدة، لا اقتصاد ولا تجارة ولا حتى شيء. ربع الربيع عند رب الزنطور هبطت السلع، الأسواق رخصت. بيعتها معناها في كل بلاصة، حب من عنده خضار هذا ولا هذاك ولا هذاك. ما نعرفش عليهم هما كيفاش يهبطوا من المشي الكبير، أما بنيتي غالية عاد بين سكن. لا ما نجموهاش. واو راس بنتي لا نجموها، ماشي خالتين حتى على شيء، حتى الدجاج بطلناه. والله ما عادش لا نشرب ولا حوت لا دجاج، لا هي سردينه كان ذاك فيها الزوالي، ما عادش ياكل فيها الزوالي، لا غلة لا قنارية لا جلبانة. لا شوفي جلبانة بقديش غالية، خضر ولحم كل سنية طاولة. ما ولا فارغة من كيفها، طريف شربة وشوية مخرونة ويمكن حتى طماطم. هاك شوفي الحبكة ب3000 فرنك، غالية بنيتي غالية والله. الواحد يدخل مونبري يحبس مارشي يحبس، صراحة غالية برشا. السويم هاي الناس الكل تعرفها غالية، أخي غالية كان علينا، هاي الناس الكل هاك يعني. ريت لا نقص لا ريت حتى شيء بالنسبة لي. وين نقص؟ وين تشوف فيه نقص؟ هاي المرشي هو فارغ، هاك تشوف فيها فمش العبيات لا فما حتى شيء. هو ميت، هو بطبيعته ميت. الزوالي هو بطبيعته ميت، ما خالط حتى على شيء. حتى كان باش ترخص بالله، قداش باش ترخص؟ قداش باش ترخص؟ 100 200 حكاية فارغة. قداش باش ترخص؟ مثلا البطاطا ب 18 100، بعد باش تولي 12 100، 600 فرنك. شنيا الغلة العباد ماشي خالطة عليها، الحوت ماشي خالطة عليه، اللحمة ماشي خالطة عليه، اش باش يرخص 500 فرنك؟ كيف فارغ يعني؟ غالية والحمد لله، غالية برشا على غالب باش نعمل وقت كهو. مادام كل واحد وحد ما وقت في الشهرية نتاعو، فما اللي شهرته 500 600 تكفيه، فما اللي ما تكفيهوش، فما الزوايا اللي ما يغلطش عليها. أما الغلة هي أكثر حاجة غالية. أنا بيرسونيلمون الغالية ما عادش ناخذ فيها بالكول. والله هو قالوا أون برانسيب في رمضان مش تيح مش توا مازالوا، خاطر ما قالوا شدوا الدبوات اللي عملوا فيهم هذوك من الحملة نتاعهم. أون برانسيب إن شاء الله بقضي ربي تنقص وكاها، وإن شاء الله نتفائلوا فيه. إن شاء الله الأسوام هي بيدها، ما نقصدش حتى طريف، ومازال إحنا نستناه في رمضان ممكن تزيد تشعل أكثر. مني خلت كلمني الأسوام ارتفعت بصفة مهولة، ويكذب اللي يقول الأسوام انخفضت 30 و20%، يكذب وكل كذابة. والكل يدي فيه المواطن البسيط، المواطن البسيط سواء معناها في المحروقات يديه المواطن البسيط، راهو اللي عنده لاباس عليه ياخذ ليسونس بالبونو هذاك، معناها ما يهموش. اما احنا راح نقاسيو بالخاصة الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى عمل تموت. أسهار تو مدام طالع خلينا بدري، طالع العلوش، طالع المواد الغذائية، طالع الحوت، طالع الدجاج، طالع البدري يهربوا فيه الجزائر، العلوش زاد كذلك. نمرمو هي الدولة هي اللي تسكر الحد باش سعين يطيح، الصوم يطيح، العلوش يطيح، البدري يطيح. البلاد خلاد وجلاد، البلاد خلاد وجلاد، فرحها من الفلوس مشات. الله يخلي ديارو سيلو البقري صاحب جهزوا علمو بلا اسمع ثم تحسن، ثم تحسن بنيتي، ثم تحسن. وهاي شفت التعريفات كلها معروضة. الفلفل هذا اللي تشوف فيه كان ب 2800 ولا ب 18 100، يعني ثم انخفاض بلف. هذا كيف هذا كان بخمسة ولا بنت النقص هنا ولا ب 700. شوية الفقوس غالية يما، الفقوس أعر شوي. الأسوام الكل معقولة يا بنتي، الكلفة المتكلفة على الفلاح أكثر من الأسوام الموجودة تو، والأسوام مناسبة للمواطن، مناسبة ياسر. ودي كانت تكون أنسب من هكاك الفلاح يتورط ويبيع ملكه وما عادش فلاح. باهي قضية المرشية نتاع المهدية تسمى السوق المركزي، فهمناش قضية نتاع وجه البلاد. شوف قداش في عباد، افهم وحدك أنت الوقت العزوام، شو مرشيه تاع مهدية كان، شو قداش في عباد تلقى فيه 50، ما تلقاش فيه 50 رقبة. علاش؟ باش كل هذا بالمسوق
علاش؟ يتبعوا فيك الكاميرات اللي ياخذوا في الكاميرات قاعد تدور يبيعوا ارخص الاسواق ما عندهمش ينصبوا برا ونصبوا برا ونصبوا برا ونصبوا برا الكاميرات ينصبوا برا ونصبوا مفرقين والبرا البرا اغلى من الداخل راه اغلى من الداخل اما تو يقولوا لنا الاسواق طاحت والاسواق رخصه 30% مش من يحكي لي بهذ الناس تصورش انا ما تصورش خاطر هو معنا الاحتكار وحكاية المخازن هذه وكل أنا عامل من جبل برشا عوامل معنا مش مؤثر أنا حسب رأينا فهم مسالك الانتاج ومسالك التوزيع وحكاية الاستيراد رينا الفاك كامل لازم معنا مجموعة عوامل لازم نخدم عليها اللي لاحظته وانا تو في السوق ما تماش ممكن انخفاض جزئي ومش معنا مش مطلوب كون مش يستمر معنا رياكسيون ايميديات على الحكاية دي جاء انا شفت بعض من الفاعة يتشكاوا يشقل لك اذا كان مش نداوه بشكل هذايا ونمشيوا في تسعير بعض المواد ممكن تفقد من السوق دونك ثم عوامل اخرى يلزم اللعب عليها مع بعضها حسب الايام نقص شويه وكل حد عنده حق راهو الفلاح عنده حق والوكيل عنده حق بالنسبه للاسعار تو بالله بربي زاد البطاطا ب 17% و 15% برشا عندي ما تراش المواد برينسيبال تو البطاطا ب 15% شوف السيناريو بدا 15% تو تعرف الفلفل والطماطم الفلفل والطماطم مش حاجه واحد 15% الفلفل شوف حوايج اخرى تلقاها اغلى شوف الكرومبو قديش شوف الجروب قديش قديش سوم والحومات الحومات هكا ما تحطوش عليه ولد اوبسيون عند الزوالي اوبسيون الدنيا غلات والدنيا ما عاد واحد وصل عطى لا شيء طماطم بالفين بطاطا بالفين الفلفل ب 4000 يقول لك الفلفل الخص هو ب 4000 فرنك فهمت حاجه تخليه ما عادش مسؤول ما عليها الحوت راح يشم وشمان ويتعدى ياخذ 40 ويتعدى تو الحملة معناها هي مسرحية سيئة الإخراج بصراحة والأسعار مرتفعة جدا مقارنة بما الارتفاع اللي تم والتخفيض اللي قد يحكوا عليه توا ما كي تقارني ما لا, لا, لا سبيل للمقارنة ما ثماش مقارنة ما تجيش ما تستقيمش المقارنة لأن الأسعار اللي كانها ارتفعت 50% التخفيض اللي يحكوا عليه توا هو ما يجاوز 5% يعني زاد 500 نقصت 20 فرنك ولا 50 فرنك ما تعتبرش منها مقاومة والأسعار توقعت مع رمضان الأسعار شمالها ترتفع شيئا فشيئا وقدرة المواطن على القدرة الشرائية للمواطن اهترت الحمد لله هبرك تو باهية معناها متناول الجميع باهية معناها الأسعار تو متناول الجميع باهية باهية معناها نحافظها شوي في الطماطم في كل شيء الأسعار اللي قاعدة تلاحظوا فيها في مدنين بالنسبة للمرشي للسوق المركزي هذايا الأسعار متاعها ديما معناها مقبولة وديما متواضعة وديما في نطاق معناها طاقة المواطن علاش؟ لأن المحلات هنا اللي في السوق شهرين الأسعار ديما الأسعار مشهورة أولا وثانيا التزود متاعهم عبر المسالك القانونية يعني بصفة رسمية فهمني؟ به ثلاثة أنا نلاحظه في الأسعار فما انخفاض أنا عم ها عندنا الفول ب 980 اللي كان معنا الجمعة اللي قبل هذه ب 1380 وب 1280 فما تقريبا فارق متاع 200-250 تراجع عندنا الفلفل الحار ها من 1380 الأدنى حتى ل 1800 يعني ثم نقص في الفلفل احنا ديما الخضرة اللي في دفاعها لا سيد رئيس الحكومة الشاهد ولا الوزير الاقتصاد عشي الخضرة والأسعار راجعة للعرض والطلب إذا كان فما عرض بزايد طابت الأسواق الأسعار وإذا كان ما هناش عرض فهمتني ولا تطلع الأسواق